نحن الآن متوجهون إلى أحد المصحات في أرمينيا في هانكافان، نايري ريسورت، مصح نايري، عبارة عن فندق يتواجد به أطباء. ممكن تأجر لك غرفة غرفتين أو سويت أنت وعائلتك، ولو رغبت تخضع للفحوص. هذاك الريسورت فوق راح نصل عليه، ممكن أن تطلب من الطبيب أن يفحص أي شخص بكم ويحدد لكم نوع العلاج من خلال المياه المعدنية. هذه المنطقة تكثر بها المياه المعدنية، فاستغلوها وبنوا هذه المصحات، والكثير من السواح يجون لقضاء أيامهم هنا. منطقة هادئة جدا كما قلنا، ما تسمع به صوت لا سيارة لا معمل ولا دخان مال المعمل، نسبة الأكسجين عالي جدا. إذا سمعت أصوات تسمع أصوات طيور وبلابل. هذه الغابات. نحن الآن في نايري سبا ريسورت في أرمينيا. هنا مصح موجود في هذا الفندق، مياه المعدنية الحارة. يمكن يحس مشاكل بالعظام، مشاكل عنده في المفاصل، أن يزور هذا المكان ويقيم فيه يومين ثلاث أيام أربع أيام، أو يجي يوم واحد الطبيب يفحصه ويدخل بالمياه المعدنية ويتبع إرشادات الطبيب. إحنا راح نحاول نصور لكم المكان جهد الإمكان، ونحاول نستفسر من الطبيب بعض المعلومات، الأشخاص اللي يفيدهم أو اللي ما يفيدهم، اللي يقدرون يستخدمون هذا المصح. راح أصور جوانب من المنطقة. المنطقة هادئة جدا، يمكن للعوائل اللي ترغب أن تقضي لها إجازة يومين ثلاثة في هدوء في ربوع هذه الغابات وعلى الوادي اللي يجري به هذا النهر. نشوفه، هذه عبارة عن مياه معدنية طبعا اللي تطلع من العيون تجري وتصب في هذا النهر. هسه راح نحاول نصور لكم هذه الطبيعة أمام الفندق، هذا النهر اللي دا يجري. بهذه المنطقة ما تسمع غير صوت هذا الماء وصوت الطيور. هذا هو الفندق، وموجود عند الفندق كوتيجات. يمكنكم أن تأجروا الكوتيج، عبارة عن غرفة وصالة، غرفتين وصالة، فشي مرتب وكلش حلو تقضي بيومك يعني. أما بالفندق غرف أو كوتيجات، الكوتيجات في ذيك المنطقة خلف الأشجار، إذا صارنا مجال نتقرب عليه ونصورها. هذا مدخل الريسورت. هنا هذه طبعا اللي أمامنا الريسبشن، ومنها تصعد للطوابق. احنا تكلمنا قبل، هذه هي الدكتورة اللي تكلمنا معاها ونصحتنا بأن ما كل واحد يقدر يستخدم المياه المعدنية. حسب إرشادات الدكتورة تسأل قبل ما تدخل للمياه الحارة، إذا عندك مشاكل بالقلب ما يسمح لك تدخل المياه الحارة المعدنية، إذا عندك انسداد بالشرايين لا يسمح لك، إذا عندك مشاكل بعد الشر عنكم أورام سرطانية لا يسمح، إذا أكو جروح على الجسم لا يمكن. يسمح لك إذا جسمك نظيف خالي من الجروح وخالي من الأمراض اللي عددناها، مشاكلك فقط داخلية يعني بالعظام بالمفاصل، حتى مثلا في مكانات أخرى يقول لك علاج موجود للمعدة
أو للرئتين أو لأعضاء الأجزاء الجسم الأخرى من خلال المواد المعدنية المتواجدة داخل المعدة. إحنا راح نحاول اليوم، عندنا جماعة معانا راح يدخلون للمياه الحارة المعدنية، إذا صار مجال نصوركم جانبنا شيء بسيط، إذا لا تعذرونا لأن حسب تعليمات الفندق بصراحة ما نعرف يسمحون لنا ولا لا. شكرا أصدقائنا. تفضل. أصدقائنا نحن الآن في داخل الغرفة اللي فيها المياه المعدنية، راح نصوركم إياها. هذه المياه المعدنية درجة الحرارة فيها تقريبا 34 درجة مئوية. عندنا ضيوفنا رافقناهم، أجرنا هذا المكان 5000 درام، ممكن 3 أشخاص أو 4 أشخاص يستخدموها. عبارة عن غرفة بعد ما تجلس في المياه المعدنية المفروض تطلع وتدخل في هذا الحمام، تدخل بهذا الحمام تأخذ دوش، بعد ما تأخذ الدوش تنشف نفسك تلبس ملابسك وتتوكل بالله. يلا بابا انزل على كيفك. هنا طبعا موجود حاطي لك كراسي وميز، تبدل هنا ملابسك وتروح تنزل. هنا الاخ ابو احمد معانا راح نساله، ممكن تعرف لنا عن نفسك ومن اي بلد حضرتك؟ انا فيروز دينار عمر الانصاري من بلد قطر. اهلا وسهلا. جاي هنا زياره حتى السياحه، فالسياحه جاي للمياه المعدنيه اللي حقيقه اللي بروح عليه سبحانه عنها. ومع من جايين هنا؟ جاي مع على عرض السياحه. يلا نتمنى لكم ان شاء الله تقضون نص ساعه حلوه بهذا المكان. يلا.